كابتن علاء، هل سبب التعادل غياب نص الملعب النهارده؟ غياب نص الملعب كان ليه دور كبير جدا في اداء النادي الاهلي النهارده؟ لا، ما هو مش عشان نص ملعبك غايب تخسر. ماشي معاك، بيأثر. ده سبب من ضمن الاسباب. بيأثر، ماشي، بيأثر فيك. طب ايه اسباب التعادل؟ لكن من وجهه نظري هو مش نص الملعب بس غايب النهارده. انا فاهم قصدك. هو طريقه لعبك غايبه. شكلك في الملعب غايب. دخولك في المباراه متاخر. شكلك في الملعب، تحركاتك، تحركات بدون كوره مفيش النهارده. انت دلوقتي بتتكلم، ده كابتن شريف بتلومه على الكور الطويله اللي هي بدون اي داعي. طب ما هو غصب عن اللعيب بيعمل كده، لان تمسك الكوره زي مثلا محمد هاني، تمسك الكوره تلاقي اربعه واقفين مدينك وشهم. طب انا هعمل ايه غير ان انا هعمل الكوره احتمال حد يزحلقها؟ هي كده ايمن. لكن انت دي مش طريقه لعبك. طريقه لعبك ان انت الكره لما بتيجي لهاني، لو هعمل اوفر وهعمل كروس ده يبقى انا عارف بعمله لمين، لكن ما بعملش يعني كروس عشان اعمل خطوره وخلاص. لا طبعا. لكن انت النهارده تحركاتك على الاطراف مش موجوده. فريق متكتل يعني واقف بس، على فكره يعني يا ريت متكتل وبيعمل طريقه دفاعيه تضايقك. لا هو بس كالعاده واقفين زحمه. ما هي زي ما بتقول كده كالعاده. ما هو كده اي حد هيلعب الاسلوب دوت ما عنديش حلول. ما هو انت ما ينفعش تلعب انت الاسلوب ده. ما بص ماشي، على فكره، وعلى فكره هم كلهم بيتكلموا كده الوقت، بيقول لك اما العب قدام نادي الاهلي كده بالشكل الدفاعي ده، التكتل ده، النادي الاهلي ما بيقدرش يلاقي حلول. عشان انت في الملعب حلولك انت اللي بتضايق الملعب عليك. كل الفرق بتدافع، يعني ثلاث اربع فرق بس اللي بتلعبك لحد كبير، يعني بتبادلك شويه، لكن الباقي كله بيلعبك بنفس الطريقه بتاعت النهارده. تكتل دفاعي، وتكتل دفاعي على فكره زحمه بس، لكن مش تكتل دفاعي بعقل معمول صح غلط خالص. بس هو كان عايز شويه هدوء من لعيبه الاهلي وتحركات صح. الشوط الاول بقول لك ايمن، تمريره الثانيه انت ممكن توصل للجول بمنتهى السهوله، زي ما هم وصلوا للشناوي بمنتهى السهوله. انت كنت سهل جدا النهارده توصل عادي جدا، لكن انت فاقد الحاجات اللي بديك دايما افضليه، الافضليه والسيطره على المباراه، بدايه من بدايه المباراه، بدايه المباراه، انطلاقه المباراه. ضيعت ربع ساعة من ايدك، اديت الاستحواذ للبنك الاهلي بلا داعي، فخلاص دخل في مباراة. حتى لو هو عارف بيلعب النادي الاهلي وقلقان ونسبة ان هو خسارته كبيرة النهاردة، انت اديت الثقة للعيبة البنك الاهلي ان هو يبدا يهاجم. هو اللي ده هو الهجمة كمان يا ايمن، ودخل معاك في مباراة من بدري. طب الكلام ده على فكرة بتدي ثقة للعيب المنافس، وانا مش بلومه، بالعكس انا وانا مكانهم هبقى كده. انا عايز اطلع من حتة التوتر اللي بلاعب النادي الاهلي البطل، خصوصا بعد الانتاج بتاعت الفرق المنافسه. ما كانش شيف اتكلم ان النهارده النادي الاهلي الطبيعي هدور على ثلاث نقاط عشان امشي بقى، امشي بقى بمقدمه الدوري وخلاص، على كده زي ما بيقولوا كده البطل يبقى حصلني. لكن هو ده تفكير لعيبه البنك، تفكير لعيبه النادي الاهلي النهارده ايمن في دخول المباراه. انا مش عاجبني، وحش فريق كل. ايوه، طريقه دخول اللعيبه المباراه النهارده مش هو ده اللي احنا كنا مستنيينه. بس انا هقول لك حاجه يا كابتن علي. اتفضل. طيب، البدايه ما كانتش جيده خالص. طيب، الشوط الاول انتهى 0-0، فممكن تبدا المباراه من تاني من الشوط الثاني. اكيد، بس البدايه برضو ده اللي بيحصل. بالعكس، البدايه الشوط الثاني راحت عليك فرضات اكتر. بالظبط، اربع فرضات. البنك الاهلي كان اخطر. بالظبط. ف ده دايما بيحصل لايمن لما تضيع منك شوط. الطبيعي الشوط الثاني بتنزل، لا لا لا، لازم بسرعه بدايه الشوط الثاني. انا عايز اكسب، انا عشان انا بلعب على هدف. هو مش فارق معاه يضيع وقت يتعادل 0-0، مش فارق معاه حاجه خالص. ان هو زي ما بقول لك انا، النسبه الاكبر لعيبه النادي الاهلي ان الاهلي يكسب. لكن دخولك برده الشوط الثاني علامه استفهام كبيره قوي. ليه الهدوء ده؟ ليه الاخطاء الساذجه دي؟ ليه دايما حاسس ان مفيش حد بيتكلم في الملعب؟ ليه يعني؟ الوحيد اللي كان عصب النهارده وجات له اصابه الشناوي عصبي جدا الشناوي، بدايه المباراه ومتضايق وحاسس ان في حاجه. أيوة. دايما بنتكلم هنا في الاستوديو على حاجه معينه، ليه ما فيش حد في الملعب بيتكلم؟ ممكن يبقى في اخطاء على فكره، بس تلاقي حد في الملعب كده بيتكلم بيصحصحك، حتى لو في ناس أيوة. شويه خمول ولا حاجه، لازم يعرف انا عايز انا بلعب بالظبط. انا بلعب ليه النهارده؟ بلعب النهارده ثلاث نقاط. ما ينفعش هو عايز الريتم ده والاداء ده عشان هو عايز كده، انت مش عايز كده، انت بتدور على مكسب. فالمكسب بتسعى عليه بكل الطرق. ربنا رايد، خلاص الحمد لله. مش رايد، يبقى انت في الاخر
كلامنا ده كله اتغير بقى ايه؟ عملنا علينا والناس جريت والناس تعبت والناس النهارده كانت شكلها حلو ومعلش بس ربنا مش لاقي زي ما بيقول كابتن شريف. هو ده الكلام اللي اتقال على كل مباريات النادي الاهلي يا ايمن. في مباريات انت بتكسبها في الدقيقه 93 عشان انت من اول دقيقه لاخر دقيقه انت بتبذل اقصى مجهودك ورغبتك باينه دايما. انا ما اعرفش احنا يعني مش كده اتعودنا على كده. الرغبه بتاعتك بتبان من اول المباراه من تسخينك. الحكم بيصفر انا بعرف النهارده ايه اللي بيحصل في المباراه بيبان على اللعيبه لو الكوره معاك او مش بيبان في ثانيه. انما ماشي استنى 5 في 10 يضيع من الشوط وانزل الشوط الثاني بنفس الكلام ده اللي دي بنفس الريتم بنفس الريتم نفس الريتم واخطاء زادت. ليه اخطاء زادت؟ لان ما عندكش غير شوط واحد انت بتلعب على 45 دقيقه فانت مستعجل. استعجالك يعمل تمرير غلط، استعجالك تعمل وقفه دفاعيه غلط، استعجالك يعمل تحرك غلط، استعجالك يعمل تعب، يعمل زهقان. الكلام ده كله ايمن انت ضيعت 45 دقيقه بلا داعي. انت دايما لما بتجيب هدف والتاني في الشوط الاول بتنهي المباراه شكل حلو لان انت مطمن. ايوه 2-0 خلاص كسبت المباراه 3 نقاط فابدا الشوط الثاني مركز مستحوذ بلعب بهدوء. اوحش حاجه في لعيب الكوره انه يلعب وهو مضغوط. استحاله بتلعب ضغط النتيجه ضغط انك عايز تمشي في اول الدوري. ماشي انت متعود على الضغوطات دي بس الضغوطات دي بتبان لو انت حاسس من جواك النهارده ان انت مش كويس. طول ما انت مش كويس وضغط المباراه انت بتخرج بره المباراه. عشان كده بقول لك دايما لازم حد موجود في الملعب يفوق الناس دي يا جماعه يزعق. احنا قاعدين بره احنا قاعدين بنتفرج بنتجنن وبتزعق وانت قاعد بتتفرج. لازم الموضوع ده كان يحصل النهارده. ليه الاداء واحد؟ ليه الريتم واحد؟ ليه حاسس ان جاريه عاديه؟ مفيش الحراره بتاعت المكسب. اقول لك على حاجه علاء اتفضل. اتفرج النهارده معلش قعدت اشوف مستر موسيماني هيغير امتى. مستر موسيماني اتاح الفرصه لحد 58 لطاهر وعبد القادر كويس ومحمد شريف هو انا يعني ابتديت احس هو هيتجن يعني الراجل عايز كل واحد فيهم بس لاكتر فتره يقدر يخلص الحكايه في من امكانياته. ايوه لا تم لا بقى خلاص يعني الوقت بيداهمه فالاول مره مش قادر اقول لك اتاخر في التغيير او ده هو اداهم فرصه كبيره قوي لان دي الامكانيات اللي موجوده عنه.